ناخد على التليفون الاستاذ سامح الصريطي الفنان الكبير. يا استاذ سامح صباح الخير يا فندم. وسهلا، صباح النور. يا اهلا بحضرتك. في البدايه حضرتك ازاي بتتابع المشهد وخروج المصريين بكافه فئاتهم للادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات؟ لا الحقيقه انا مش بتابع، انا نازل ادي بصوتي يعني، انا لكن مش متابع ايه اللي حاصل. لكن طبيعي نازل ادي واجبي او اخد حقي يعني. تمام. طيب اللي حصل ده يا فندم، احنا بنتابع وبنشوف وبننقل الصوره للساده المشاهدين بانه في عدد كبير من المواطنين نزلوا للادلاء باصواتهم في ساعات الصباح الاولى وقبل كمان ما تفتح صناديق الاقتراع ابوابها. الناس كانت واقفه بالطوابير قبلها بساعه وساعتين كمان، وكل فئات المجتمع كانت موجوده. ازاي حضرتك بتنظر الى هذا الامر؟ ده وعي الشعب المصري الطبيعي. يعني هو الشعب المصري عارف انه في 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 هذه اللحظات، في الظروف اللي احنا فيها دي، العالم كله حاطط انظاره على مصر وعلى المنطقه بشكل عام، وعارف ان والشعب المصري مدرك دور مصر فيما يحدث، وشاف ان الشعوب كلها متحركه مع قضيتنا العربيه، وبالتالي هو مش اقل من اي مقاوم. يعني احتمال انا اعتقد من فتره، من قبل الحركه الاخيره ما تحدث في فلسطين، كان في احساس ضمان انه والله ان الرئيس نجح اللي احنا هنديله صوتنا نجح، فما فيش داعي ننزل. لكن المساله ما بقتش كده، ما بقتش ضمان مين نجح، بقت الاهميه في النزول، لان العالم كله يقول ان احنا شعب ايجابي وبنلتف حوالين قضيتنا وهناخد حقنا وهنأدي واجبنا، فبيبقى مظهر حضاري. فالحقيقه الوعي الطبيعي للشعب المصري انه مدرك ان العالم كله بينظر بيه، ولابد ان احنا قلنا احنا انسان متحضرين بنمارس حياتنا بديمقراطيه، احنا اللي بنختار مطروح اكثر من رئيس، بحريه تامه. يعني كل دي اعتقد ان النزول هنا مش للانتخاب، ولكن النزول هنا نزول الشعب المصري رساله للعالم اكثر ما هو اعطاء صوت. يعني اعتقد ده وعي طبيعي، لانه عارف اهميه المرحله اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. طيب نقطه غايه في الاهميه، حضرتك بتتكلم دلوقتي عن ان اللي بيحصل دلوقتي هو نتاج لوعي الشعب المصري. الفن دايما بيقوم بدور مهم جدا في توعيه للشعوب. ازاي الفن خلال الفتره اللي فاتت كان شايف اللي بيحصل وبيتابع اللي بيحصل في الداخل وفي الخارج، وقام بدوره في توعيه الشعب المصري بما يحدث؟ اصل الفن ده منتج شعبي. يعني يعني لو ما فيش شعب مش هيبقى فيه فن، فطول ما في شعب في فن. والفن عموما انعكاس لواقع، ففي كل اعمالنا الفنيه انت شفت قد ايه الناس كلها بتستنى اي عمل في حس وطني. صحيح. يعني بشوف قد ايه بتلتف حواليه. فالفن كاغنيه كرسم كدراما ده طبيعي، يعني بدون الفن ده وجدان الناس. الفن ده ترقيه وتهذيب للنفوس، فده شيء اساسي في حياه الفرد. فلا يمكن عمرك ما تشوف دعوه فنيه للسلبيه ابدا، يعني كلها دعوات ايجابيه وبتدفع الانسان الامام. انا بمجرد ان انا برسخ للقيم النبيله بشكل عام، حتى لو لم اذكر المشاركه، الجزء المشاركه ده من ضمن القيم النبيله. كل الاعمال الدراميه بتلاقيها بتؤدي لنبذ الشر، للتعاون، للمشاركه بشكل عام. فهو بيدعو للقيم النبيلة، ومن ضمن هذه القيم النبيلة أن نكون إيجابيين في مجتمعنا وفي قضايانا. وما تلاقيش أبدا، طبعا أنا بتكلم على الفن، مش بتكلم على الارتزاق أو بتكلم على العملية التجارية، أنا بتكلم على الفن. الفن حقير مفهوم، يعني ما دون ذلك مش فن. يعني الفن والحق والخير والجمال. فكل الاعمال الفنيه اللي بتعبر عن الشعب المصري واللي بيلتف حواليها بتلاقيها بتدعو للايجابيه، والمشاركه هي جزء مهم جدا من ايجابيه الشعب المصري. صحيح.
تعزيز هذه القيم زي ما حضرتك ذكرت، وعلى الجانب الآخر وبرضو حضرتك اتكلمت عنها لكن عايزين نديها تفاصيل أكتر، اهتمام الشعب المصري بالأعمال التاريخية وبالأعمال الوطنية زايد خلال الفترة اللي فاتت. احنا مرينا في الوطن بفترة صعبة جدا جدا جدا، يمكن بعض الدول لم تتحمل هذه الفترة وما قامتش على رجلها زي ما مصر عملت خلال الفترة اللي فاتت، وده أعتقد أنه كان بتكاتف الجميع، كل المؤسسات كل الجهات كله كان حاسس بمسؤوليته تجاه توعية الشعب المصري. عشان كده زي ما حضرتك ذكرت أن الأعمال الفنية الوطنية ليها جمهور كبير جدا خلال الفترة الحالية. يعني هو الشعب المصري ده عمره آلاف السنين يعني ما فيش هزة، يعني ما اللي بتمر، يعني واحد من ألف من المشاكل اللي بتمر بيها مصر أو اللي مرت بيها مصر لو مرت بيها أكبر دولة في العالم هتتهز وهتسقط. فهنا سلاحك الأساسي هو تاريخك، هو عمقك، هو مؤسساتك. يعني المسألة كل شيء بدأ من مصر، يعني كأم الدنيا. فبتعرف ازاي تحمي نفسك، وبتعرف ازاي تتخطى المشكلة، يعني وبتعرف ازاي بتعرف ازاي الأولويات، تختار الأولويات. يعني لما كان الشعب بيعاني من ارتفاع الأسعار، لا في لحظة معينة حس ان مش دي الأولوية دلوقتي. الأولوية هو الالتفاف حوالين القيادة، الأولوية هي الوقوف أمام لدعم المواطن الفلسطيني، يعني مساندة المقاومة. كل دي الشعب بيعرف يعمل إيه في الوقت المناسب. يعني فده يعني إحنا الحمد لله بنملك تاريخ نمتاز بيه عن كل الدول اللي في العالم، يعني أقدم دولة في التاريخ. وبالتالي إحنا ملناش فضل في ده، إحنا بنكمل تاريخ، إحنا بنواصل وبنواصل انطلاقا من ماضي. وكل ما نمر بظرف ربنا برضاه وحبه لهذا البلد وعلى طول بيوجد من ينصره. يعني فدي مسألة الواحد عمره ما يقلق على مصر، وعمره ما يخاف على مصر، وعمره ما تخدعه. أو صحيح لما يسمع، أما يشوف شوية على السطح كده اللي هم اللجان الإلكترونية اللي على، أو شوية الشوية اللي بيحتلوا السوشيال ميديا، لا يمكن، مش ده الحقيقة. قبل كده يا فندم ما كناش بنفكر، قبل كده كنا في البعض بينساق ورا كلامهم، لكن دلوقتي هو كلمة السر هي الوعي. يعني ده وعي فطري، وعي طبيعي عند الشعب المصري. وبعدين مش كده، ده السوشيال ميديا النهارده اذا كما لو كانت ايه، انقلب السحر على الساحر. يعني هي معموله كاداه من ادوات الجيل الرابع عشان تفرق بيننا وتفتت بيننا وتضرب رموزنا وتسيء لينا وتاخرنا وتزرع سلبيات. قلبت بقت العكس، يعني بقت لغه للعالم كله. صحيح. وجهت دي اعلام العالم المزيف، وطلع صدق من مصر بالذات. هتلاقي كل المواطنين المصريين استغلوا هذه الاداه لانهم يوصلوا لقضيتنا للعالم كله. فالحمد لله ما فيش خوف على مصر، وعندنا الوعي الفطري اللي بيعرف يعمل ايه في الوقت المناسب. وانا صحيح. شايف ان احنا هذا الظرف الشعب حاسس فيه انه لابد ان يعلن للعالم كله ان احنا مصطفين خلف قضيتنا ومن يساندها ومن يعبر. صحيح. والنتيجه يا استاذ سامح هذا المشهد اللي بنتابعه منذ ساعات الصباح الاولى. شكرا جزيلا استاذ سامح صريط الفنان الكبير.